الراديو 90 90 هواها مصري. افرح افرح، اكتر حاجة ممكن تفرحك في الدنيا العيلة، واكتر ناس ممكن تحبهم ويحبوك في الدنيا بدون اي مقابل هم العيلة. ولكن للأسف معظمنا مش مقدر قيمة العيلة كما ينبغي، ومش بنخصص وقت كافي للعيلة نقعدوا معاهم. النهاردة في افرح هنقولك شوية حاجات تحاول تطبقها علشان تقضي وقت مع العيلة ويكون يعني ممتع قدر الامكان. ساعتين، ساعة حتى في اليوم، مش هقول لك اليوم كله، اقفل الموبايل او سيبه شويه وافصل عن الدنيا شويه وسيب كل حاجه واقعد معاهم، واتفق مع اخواتك هم كمان يعملوا كده، واطلعوا من الاوض واقعدوا مع بعض قعده عيله زي ما كنتوا بتتجمعوا قبل كده زمان. كل واحد يحكي عن حياته شويه، عن يومه، عن الاسبوع اللي فات، عن فشله، عن نجاحه، وهكذا. استعيدوا ذكريات شويه، اعتبروا ان الكهرباء مثلا قطعت فانتوا مفيش اي وسائل تواصل، مفيش اي حاجه، وقاعدين يعني تتسامروا مع بعض. ده بيشحن طاقتك بشكل كبير جدا جدا جدا. ابدأ من بكرة وخلي مهمتك انك تظبط مواعيد افراد العيلة كلها على ميعاد واحد، تقعدوا قدر الامكان تتغدوا مع بعض. احنا ما بنقعدش على السفرة غير في وقت الفطار في ايام الصيام، فياريت نجرب كده، نجرب يعني ناكل مع بعض ولا وجبة كل فين وفين. بلاش كل واحد ياخد الطبق بتاعه ويدخل الأوضة، بلاش وانت قاعد تاكل بتاكل بايد والموبايل في الايد التانية، بلاش كل واحد ياكل في ميعاد لوحده. طبعا الظروف غصب عنا دي بتبقى مش في ايدينا، ولكن يعني ممكن نحاول نظبط ولو نتجمع على سفرة واحدة. ياريت يوم نتفق في أول أسبوع، هنقعد يوم الجمعة الساعة 7 مع بعض قاعدة نهزر مع بعض شوية، نتكلم مع بعض، وحد يكون تخصص مثلا يعمل فشار، ماما تعمل السندوتشات، حد هيشتري السائع من بره وهكذا. يعني ممكن مثلا تشتري الألعاب اللي هي بتبقى بتاعة البورد جيمز دي، مثلا بنك الحظ، سلم والتعبان، المونوبولي، اي حاجه، شطرنج، طاوله، كوتشينه، وتقعد معاهم هتلاقي الماميتو والبابيتو هتلاقيهم حابين يلعبوا على فكره معاكم. يا ريت يبقى في وقت كل العيله تتجمع وتلعب. احنا ما بنتكلمش عيله، بنتكلم الاسره. اقترح على ماما او اقترح على ماما وهي نازله مشوار، انا عاوز انزل معاك يا ماما ساعدك، جربي مش هتخسري حاجه. وانت كمان لو بابا نازل يعمل اي مشوار او يقضي اي مصلحه، اقترح عليه انك تكون معاه في المشوار ده، ولو عارف انه هيشيل حاجه تقيله او جايب حاجه قوله ممكن اجي معاك. العزومة اللي جاية للعيلة هيتعزموا، ما تحاولش تدور على اي عذر عشان ما تحضرش العزومة دي، معلش عصر وعصري على نفسك لمونة علشان تحضري معاهم العزومة. بغض النظر عن انه واجب وصلة رحم، انت كده او انت كده بتفرحي بابا وماما ان انت رايحة معاهم، هما مش رايحين لوحدهم، وممكن تكون العزومة تقيلة على قلبك او قلبك، ولكن احنا بنفرح بابا وماما. حاجات من دي كتير ممكن نعملها في الأعداد أو في علاقاتنا العائلية ترجع الروابط شوية اللي مفقودة.